مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأسبوع. سواحل عدن تلوث بيئي وصيادون يخشون وقوع كارثة. افتتاح مركز تعز، هل يعيد الإيرادات من أيدي المتنفذين؟ توقف الدراسة يقلق أولياء الأمور وأمال بحل المشكلة. حرب في اليمن وتستمر معها المعاناة. زراعة الموز في دلتا أبين مصدر دخل مهم للمزارعين. في كعيدنا بحجة، برك الماء تراث ومنفعة تتعرض للإهمال. أشجار النخيل في تهامة، منازل لسكانها وظل من حر الشمس. اللخم وجبة شعبية للغني والفقير في مدن وقرى حضرموت. في إب وجبات شعبية لها مذاق خاص. قال صيادون إن السواحل في مدينة عدن ومن أبرزها ساحل العروسة بالتواهي تشهد تلوثا بيئيا يعتقد أنه ناتج عن تسرب بعض المشتقات النفطية من إحدى السفن المحملة بالمشتقات. وحذر صيادون من تجاهل الجهات المختصة لهذه المشكلة التي قد تتسبب في قتل الأسماك وتؤثر على حياة بقية الكائنات البحرية. لا يكاد هؤلاء الزوار يصدقون ما يرون فيما يلوث الشاطئ ومياه البحر في مدينة عدن. هذه الصورة التي تبرز الآن أمام عدسة الكاميرا تؤكد أن هنالك تلوثا بحريا، ويعتقد أنها تسربت من سفن تعمل في عملية استيراد وتصدير المشتقات النفطية. كما تعلمون وتلاحظون ما يحصل لشواطئنا في هذه الأيام، خاصة في شاطئ ساحل جولدمور، من نتيجة للعبث الذي تعمله بعض السفن لعدم وجود رقيب أو شيء لهذه السفن. طبعا هذه الأيام شواطئنا تتعرض لملوثات نفطية ومخلفات سامة نتيجة لتفريغ هذه السفن هذه المخلفات في الشواطئ. تؤثر على كل شيء، السليط هذه الزيوت والديزل هي ممنوعة أصلا، ممنوعة عالميا أنك تكرع سليط أو زيت أو ديزل أو بترول، ممنوعة، هذه غرامة عليها، غرامة كبيرة. هذه النفايات التي لم يتقبلها البحر وأخرجها إلى شاطئ التواهي تركت صدمة على الوجوه مما قد يحدث من كارثة بيئية. هذه المخلفات تعد خطر مدقع على المنطقة وعلى الشواطئ، نتيجة لأن أكثر الناس يرتادون هذه الشواطئ لإسعاد أبنائهم وإسعاد أنفسهم، وهذه الشواطئ والمواد الكيماوية التي تتعرض لها شواطئنا هذه الأيام تطفح خاصة على شاطئ جولدمور. الناس تسفح فيها يعني تنفس، تخرج لها تنفس فيها السواحل، لكن ماش أهمية ماش اهتمام لا من مواطنين ولا من غير مواطنين. وضع المخلفات في البحر بهذه الطريقة يشكل خطرا كبيرا على حياة مرتادي الشواطئ وعلى حياة الكائنات البحرية. خطورة كبيرة، أول تأثر على البيئة الشعوب البحرية والمساكن والذا، وتأثر على البحر نفسه كمان، فما فيش اهتمام من مواني أو من رقابة أو من خبر السواحل أو ما تراقبش. بعض الأطفال يدخلون في الشواطئ، والشواطئ الآن أصبحت مخلفات السفن فيها اللي هي النفط أو المخلفات السامة. يعني أنت تتصور أن الطفل يدخل يتسبح أو يقوم بعملية السباحة وهكذا نظرا لسعادة أو شيء، يخرج كلها يعني مواد نفطية أو سامة، فهذا يعتبر خطر للناس هذه. فندعو الجهات المعنية والخاصة لأن تتوجه بالنظر إلى الشواطئ وخاصة جهات البيئة والمعنية في هذا الشيء. حماية الشواطئ من هذه المخلفات هي مسألة ملحة وشديدة الأهمية عند أبناء المدينة
ومرتادي السواحل التي تعد الوجه الأبرز للسياحة في مدينة عدن الجميلة. في الوقت الذي استبشر الأهالي وأولياء الأمور خيرا في ظل الحديث عن التوصل إلى حلول بشأن بدء العملية التعليمية في بعض المدارس التي ما تزال تغلق أبوابها في صنعاء، إلا أن الواقع يحكي خلاف ذلك، حيث ما تزال الكثير من المدارس مغلقة، وتبدو المشكلة مرهونة بإيجاد حل لرواتب المدرسين. يستيقظ الطالب في اليمن كل صباح يرمق حقيبته بحسرة، متى سيحملها إلى مدرسته التي تشكو فصولها فراغا من معلميها؟ الجهات المسؤولة عن العملية التعليمية قدمت من طرفها حلولا لإنهاء أزمة إضراب المعلمين، وأعلنت موعدا لبدء الدراسة، فبعض المدارس شرعت في التدريس واستقبال الطلاب، وكثير منها ما زالت واقفة بحكم الإضراب. تم الخروج بحلول ناجعة تمخضت هذه الحلول بضرورة صرف مرتبات المعلمين، بحيث تصرف نصف مرتب نقديا والنصف الآخر مواد غذائية ابتداء من هذا الشهر. قد تم تشين العام الدراسي في 30 من شهر سبتمبر، ومن خلال زيارتنا رئيس الوزراء رئيس حكومة الإنقاذ زيارتها يوم 15 أكتوبر، وجدنا أنه هناك انتظام في العملية التعليمية والتربوية على جميع المدارس. في الوقت الذي استبشر فيه أولياء الأمور فرجا في التوصل لحلول تنهي معاناة أبنائهم الطلاب وعودتهم إلى مقاعد التعليم، اتضح أن الخلاف ما زال قائما، وأن إضراب المعلمين مستمرا، معلمون يريدون راتبا لا أقل ولا أكثر. بدأت طبعا بناء على قرار وزارة التربية والتعليم أنه يبدأ يدشن في يبدأ تسجيل. أول شيء إحنا بدأنا كتسجيل يعني مدة أسبوعين، وعلى أساس إنه يوم 15 كوعد 15/10 يبدأ الدوام، بحيث إنه على أساس إنه يصرف نصف راتب ونصف قسيمة. على هذا الأساس طبعاً الأهالي تركوا أولادهم يتوافدون للمدارس. حقيقة إحنا إلى الآن متواجدين في المدرسة، الطالبات موجودات ولكن مضربين بأمانة. إحنا لا نطالب براتب كامل أو نص راتب أو مبلغ محدد، إحنا بنقول كمعلمين إنه ما بقدر الإيرادات هذه تدخل للدولة المفروض يعطونا، بقدر الدخل يعطونا إن شاء الله، حتى يعطونا 1000 ريال بقدر الدخل يعطيني. أنا لا أطلب مثلا راتب كامل أو نصف راتب، بقدر الإيرادات اصرف لي حتى أننا أستطيع أعيش أولادي. توقف التعليم وبلا شك سيضع الطالب بين كماشة الزمن وزحمة مواد المنهج الدراسي، فكل يوم يمضي سيدفع ثمنه الطالب في المستقبل، ومن المحال أن تعود الأيام للوراء، لكن من المعقول أن تعيد أطراف أزمة التعليم النظر بجدية لحق الطالب في العلم وغيابه الذي طال عن موعد ومقاعد الدراسة. يتساءل الكثيرون عن مدى إسهام افتتاح فرع البنك المركزي في تعز في تجميع الإيرادات من يد المتنفذين، بحيث يستفيد منها أبناء تعز ويعود نفعها على المواطن والموظف وعلى المدينة التي عانت الكثير خلال الحرب. في خطوة إيجابية نحو إعادة الحياة لمؤسسة الدولة في تعز، جرى مؤخرا إعادة افتتاح البنك المركزي في المدينة بعد غياب استمر لأكثر من عامان بسبب الحرب. جمع إيرادات المحافظة وعائداتها من الضرائب والواجبات كانت الهدف الرئيسي في هذه الخطوة. البنك المركزي اليمني فرع تعز عاد ليجاول أعماله بصورة طبيعية، صارت الإيرادات تتدفق يوما بعد يوم، نأمل أن تزيد إلى وتعود إلى مستواها الطبيعي كما كانت آنفا. هذا سيعود أكيد بالنفع للمواطن في تعز، بحيث أنه الإيرادات صارت تورد إلى إيرادتها النظامية القانونية بصورة طبيعية، وإن شاء الله سيتم صرفها أيضا بوجهها القانوني الصحيح والسليم. بعض الجهات الرسمية في المدينة بدأت بتوريد المبالغ لأول مرة في هذا الشهر، وخاصة المؤسسات الإيرادية كخطوة إيجابية بحسب مراقبون، بعد أن كانت تذهب لجهات خاصة غير الرسمية. افتتاح البنك تم طبعا منتصف الأسبوع الماضي، وإن شاء الله افتتاح البنك وتحصيل الإيرادات ويحد من عملية تسرب الإيرادات اللي كان موجود من قبل،
وإن شاء الله المواطن يستفيد من هذا الشيء ومن خلال تزيد الرواتب حق الموظفين. ونتمنى أن الإيرادات يعني تستمر وكل الجهات التي تتعاون معنا ويتم التوريد كله من أجل أقول لك صالح المحافظة. إيراد عمل مهم، وكان الإيراد بعملية التحصيل والإيراد بغير عشوائي بغير البنوك غير البنك المركزي، يعمل على تهرب الإيراد وصرفين بغير مكان الحقيقي، ما أدي إلى هوشلية ولعب في الإيراد العام. بالنسبة للبنك المركزي فتوحه هو عمل مهم، يعني أهم عمل في المحافظة، يعمل على تجنب عملية العشوائيات والصرفيات. لا شك أن إعادة افتتاح البنك المركزي في تعز أمر مهم وإيجابي اعتبره سكان المدينة، أنه يخفف من الصراع الذي كان سببه التحصيل والجبات في معظم الأحيان. ولكن المواطن تسأل هل ستعود عائدات البنك برواتب وإصلاحات وتنمية البنية التحتية لهذه المحافظة المنكوبة؟ تستمر الحرب في اليمن ويستمر معها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وذلك نتيجة تعطل الكثير من المؤسسات والمصالح العامة والخاصة، وكذلك توقف صرف المرتبات لكثير من القطاعات، ما ضعف من حجم المشكلة وارتفاع معدلات الفقر المتفاقم أصلاً. في أي بلد يدخل فيه الشعب ظروف حرب، من الطبيعي ربما أن تحضر البطالة ويزداد معدل الفقر، وهذا ما هو حاصل في اليمن. اليمن الفقير أصلا وازداد فقرا منذ دخلت البلاد دائرة الحرب. الملاحظ في البلاد هو أن مؤسسات وشركات وقطاعات كثيرة تعطلت وتوقفت عن العمل، وهذا بحد ذاته زاد من معدل الفقر والبطالة. الناس تعطلت أعمالهم، أكثر الناس في الشركات الخاصة، حتى الذي في الحكومة جالسين في البيت مش وظائف، الطلاب تعرقلوا في المواصلات، كل الناس ما في واحد الذي هم في الأجر اليومي العاملين، أكثر الناس هم مضرقين. اقتصاديون وعاملون في مجال الاقتصاد تحدثوا لنا عن هذا الجانب وقدموا أنفسهم كضحايا، فما بال المواطن العادي وما هو مصيره؟ تقريبا نسبة 300% أو أكثر نسبة الفقر. الآن إذا كنت أنا مثلا أنا معي الآن أشتغل وظيفتين ما أقدرش، يعني عندي القوت الضروري. ما بالك المواطن البسيط؟ المواطن اللي معاش، أغلب الناس ما مش وظائف ما مش عمل. الحديث عن معدل الفقر في اليمن في ظل الأزمة الراهنة لا يحتاج ربما إلى صورة وإلى تأكيد، فالوضع نفسه يؤكد ارتفاع هذا المنسوب وبصورة مخيفة ومحزنة. وتبقى عملية الحد لهذه المشكلة مرتبطة بتوقف الحرب وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. المرأة العدنية تكتسح سوق العمل وتشارك الرجل أغلب المهن. في كعيدنا بحجة برك الماء تراث ومنفعة تتعرض للإهمال.